لا ولا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. احنا بسوق ابو حمص يوم الثلاثاء ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 28/6/2022، وتعالوا نشوفوا اسعار الاغنام النهارده يا جماعه. بسم الله ما شاء الله عطان النهارده مع المعلم عمر الله يبارك له ويصلح حاله. صباح الخير يا معلم عمر. الله يخليك حاج. الاسعار عاملين النهارده ابو حمص؟ والله الاسعار غاليه، الاسعار شاده النهارده عشان العيد. كل سنه طيب. الله اكبر. عشان البان فضوه. الله اكبر. لا كل لحمه بتاعت البان هيجاجلي. الله يقويك. بسم الله ما شاء الله. كلم يا معلم عمر. الله اكبر. اللحم غالي والله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. انا طيبه ب 8000 لحم. ب 8000. الله اكبر. 8000. النعجه الثقيله يا جماعه. بسم الله ما شاء الله مع المعلم عمر. عايزين اسعار الله وكيل بمرد الله. والله ما كذبت عليك، انا عندي ثلاث نعجات في الثلاثة في 8 بكام؟ ب 24. 24000. الله اكبر. واخدته من الحاج قاسم. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بس تاكل حته لحمه بالهنا والشفا. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. المعلم سعداوي احسن راجل والله. المعلم سعداوي رحوم البطلاوي. الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله. اللحمه يا جماعه بسم الله ما شاء الله. على الغنم النهارده نتايات وكرة مع المعلم عمر. بسم الله ما شاء الله. المعلم سعداوي وما فيش دكرين حلوين كده ولا حاجه؟ في يا عم. اللهم صل على النبي. الله اكبر. اللهم صل على النبي. انا قال انت عاوز الحاج احمد مش عاوز يصور. انا ماشي يا حاج كده. ماشي يا حاج. ده ايه ده كبر ربنا ده. يا معلم عمر ما فيش كبوشه النهارده معاك؟ والله الكبوشه عند الحاج علي المليجي ودعم. الحاج علي المليجي الله يبارك. بسم الله ما شاء الله. الله يكبرنا احسن راجل والله. ب 30000 اسلاني. اللهم صل على النبي. سلايل. لا سلايل. ليه في كم كيلو يا حاج ابو 30000؟ بجيب بالكيلو لبن. بالكيلو. امال بنباع بالجرام؟ ضروبه. ايوه. يعني النعجه بتتضرب بكام يا حاج؟ ب 350 و 500. ب 350. 350. 450. لا طب ما الواحد يجيب له كبش ضروبه احسن. طب ما اجيب لك كبش. اي الله. ومش اي كبش برضه. كبش يضرب. لا الله يبارك. ما في حاجه برضه يا استاذ معلش. الله يبارك لك. انت تقعد تحت النعجه كده وتطلع بيطلع النت ما تفضحناش. اللهم صل على النبي. صباح الخير يا عسل. شاري ولا بتبيع؟ تاجر ولا قناع؟ تاجر. الله يقويك ويعينك. بسم الله ما شاء الله. معك حاجه غير الكبش دي؟ لا والله. اللهم صل على النبي. عامل كام الله وكيل؟ عامل 4800. 4800 يعني 5000 الا 200. مش ياما عليه حاجه؟ والله ثمنه حاجه. ها؟ اللهم صل على النبي. لا ده ما ينفعش ضروبه ده بقى. كبش بسم الله ما شاء الله. ما ينفعش ضروبه ده حاجه. لا ينفع. اللهم صل على النبي. بتاعته صغيره. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا حاج. طب معاك رقم تليفون لحد اصحى تواصل معاه؟ معايا رقم مش شغال على طول في اللحم. كام الرقم؟ 011. كام؟ 40 630 قاعد فين يا معلمي؟ هنا في يا ابو حمص. هنا الله يبارك لك. طب اسمك ايه؟ اسمي رضا. معلم رضا. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. الله يبارك لك يا معلمي. صباحك ابد ومتشكرين جدا. المعلم عمر يا جماعه بسم الله ما شاء الله. اللحم التقيل النهارده في الاغنام كلك نتيات نتي النهارده. الله يبارك لك ويصلح حالك. ابوي الرحمن. ابوي الاحسن راجل والله. ابوي المشغل ثلثين السوق. الله يصلح حاله ويقويك. حج مسعد الجريدي. حج مسعد الجريدي الله يبارك له ويقويك. مشغل ثلثين السوق. الله يبارك لك. طب النعجه اهم حاجه. اهم حاجه اقول للعالم قول لهم عمر رحمه بقول لكم على النت بنصحك نصوحه لله. اللي هياخد الشباب فيها مرض عيالها هتروح حمامات الصبح يوم العيد. دي مش عايب. يا حول الله يا رب. انا بقول لك كده. ربنا يستر يا معلم. والله الدور عند البهام وعند البني ادمين. وعند البني ادمين كمان. عند البني ادمين. يا ساتر يا رب. والله ربنا يزوح عننا. انما الغنم دي الغنم دي الله يبارك لك. الغنم دي سترة الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ما بتنصبش سبحان الله. ما بتنصبش والله. مستورة من عند الله. هو ربنا دلوقتي مش قال لك ايه؟ ضحي بخروف ولا ضحي ببقرة؟ ضحي بخروف. بس قول لنفسك بقرة. الله يبارك لك يا معلم عمر. طب اسعار النتيات ايه النهارده؟ والله عندنا ب 8000 وعندنا ب 7000 و 5000. طب ادينا الرقم يا معلم عمر. هو الرقم انت عارفه. ده ناخدوه تاني في فيديو برضه جديد. 012 0 46 77 0 82 المعلم عمر الله يبارك لك. عمر رحوم البطراوي. المعلم عمر رحوم البطراوي. يوقف قدام الدولة الحالية. الله يبارك لك يا معلمي. صباحك أبيض. الراجل اللي ماشي صح ما يخافش من حاجة. لا الطلاق ما بخاف إلا من ربنا سبحانه. الله يبارك لك يا معلم عمر. والرزق على الله. والرزق على الله. طالما ماشي سليم هتخاف من العالم ليه؟ إحنا لنا وعلينا. وليكم وعليكم الله يقويكم. واللي ليه هيصبر بعد العيد. صح. وهياخد. واللي عليه هيجيب قبل العيد. الله يقويك يا معلم عمر. صباحك ابيض. الحاج راب ده. الله
يبارك له حجر احسن العالم دي. الله يبارك له حجر جاب فوق جزاء ومركز اسم حافظه البحيره هنسه ونرتب ابو حمو عشبه العكريشه الجديده. العكريشه الجديده الله يقويك يا معلمي. شيوخ العرب بتاعت حش عيسى الله يقويهم. احنا طبعا يا جماعه في سوق الاغنام في ارض الواقع في ابو حمص صوت، وتعالوا نشوفوا حقيقه الواقع النهارده في سوق ابو حمص مع الراجل المحترم. صباح الخير يا معلمي. صباح الفل. كل سنه حضرتك طيب. الله يخليك يا فندم. الله يبارك. دلوقتي اغلبيه التجار في تلاعب في الاسعار، اللي بيقول سعر فوق واللي بيقول تحت. هي بس يا مش احنا عايزين نوصل للمشاهد الحقيقه في ميرت ده. مفيش تلاعب ولا حاجه، ولكن هو كل حاجه حسب قيمتها. كل حاجه في اللي ب 1000 في اللي ب 10. صح. في الغلبان ياكل وفي الغني ياكل. صح. الله يبارك. ماشي. والله ما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وكل عليه افضل الصلاه والسلام. كلها ناس محترمه وناس كلها اهالي ببعضين. الله يبارك. وناس برضه في ناس هنا بتدي مثلا لبعد العيد لو عايز منهم لبعد العيد وتديهم حسابهم. حسابهم بعد العيد. بعد العيد زي ناس الحاج رجب الكلاف من كبار ابو حمص بالنسبه للتجاره. الله يبارك له الحاج رجب. الحاج عمر رحومه. الحاج عمر رحومه. الناس المحترمه برضه. الله يبارك له. عايز منه تبيعه في عنده ب 1000. في عنده ب 10، في عنده ب 5، في عنده ب 6. صح. الله يبارك له. هنا بتبقى حاجه حسب قيمتها. حسب قيمتها بما يرضي الله. حسب قيمتها بما يرضي الله. ما تعرفناش باسم حضرتك طيب. مع اخوك واعر بالتاج الهنداوي. واعر بالتاج الهنداوي منين يا عم؟ من ابو حمص. من ابو حمص. احسن ناس يا حاج الله يبارك لك. احنا شرفنا بمعرفتك النهارده. الله يبارك لك. الله يخليك يا فندم. الناس برضه كلها اللي واقف بنعجب، اللي واقف بحليه. الله يبارك لك. كلها برضه محترمه. ناس محترمه. عايز برضه يجيب حاجه، عايز يودي حاجه، عايز يزود ذبيحته، عايز يقلل ذبيحته شويه. الله يبارك لك. ماشي. اما الناس كلها بسم الله الرحمن الرحيم برضه في خير ونعمه وكرم من الله عز وجل. ونعمه بالله. فاحنا عايزين مصداقيه برضه عشان ربنا يزيح المرض عننا والبلاء عننا. اللهم امين. الله يبارك لك. امين يا رب العالمين. احنا بنطلب المصداقيه بما يرضي الله بس. لا بسم الله الرحمن الرحيم. والله احلى مصداقيه والله ما في اي حاجه. الله يبارك. يقول لك دي تبيعها ب 10000. ما هي في ب 10. في ب 10. صح. ماشي. وفي ب 5. صح. في ب 1000 وفي ب 2. كل حاجه على قديها طبعا. كل حاجه على قديها حسب مستواها. صح طبعا. في اللي بتقطع 10 كيلو لحم عامله 1000. صح. وعامله 11 وعامله 12. صح. ماشي. فناس كلها محترمه والناس بتبيع بما يرضي الله. وواحد زي عمنا يا عم يا حاج عمر. حاج عمر احسن راجل والله. من الناس المحترمه. ناس راجل محترم والله. الله يقويه. عمك رحومه البطراوي الله يبارك له. الله يقويه. عنده حاجه ب 1000 اهي. عنده الحليه السمراء دي يا ابني. السمراء اللي قدامك ده. الله اكبر. ماشي. دي ب 1000 وب 11. الله يبارك. عنده ب 4000 اللي هو حاطط ايده عليها ده. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في كل فيه حاجه. في وفي. والله يبارك لك. في كل حاجه على قد يعني حضرتك تاجر في الغنم برضه. ايوه ان شاء الله. طب ادينا رقمك لو حد عايز حاجه مش موجود عندك لحم. ان شاء الله باذن الله. الله يبارك لك. طب رقم تليفونه. 010 27 27 01 01 99 98 68 اي تحت امر اي حد. الله يبارك لك. اللي معهوش ياخد والباقي العيد بس يبقى صادق. يبقى صادق اهم حاجه المصداقيه. الله يبارك لك. الرقم اللي انت عايزه. الله يبارك لك. معاك من 1000 ل 10. من 1000 ل 10. الله يبارك لك يا معلمي. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. اغنى من فوق وانت الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا باشا وكل سنه وانت طيب ومتشكرين جدا ويجعل صباحك ابد ان شاء الله. الله يبارك لك. الله يكون الاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه والى اللقاء يا خير الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله.